أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الإجرام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأسر. النهاردة هنحاول أن ندق ناقوس الخطر. هنتكلم النهاردة عن الإدمان. معي ومعكم في الفقرة الأولى من حلقة اليوم الدكتورة ميرفت هلال، خبيرة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية، وإن شاء الله في الفقرة الثانية هيكون معايا المستشار القانوني مصطفى الفقي. في بداية الفقرة أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الدكتورة ميرفت هلال. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم. الإدمان موضوع خطير. إحنا قلنا إحنا هنحاول ندق ناقوس الخطر إن شاء الله. نحذر أولا، نعرف للسادة المشاهدين إيه هو الإدمان أو ما معنى الإدمان. تمام. الحقيقة الموضوع فعلا موضوع مهم جدا، وحضرتك أحسنت الاختيار بالموضوع ده. موضوع حقيقي يعني بيمثل تقريبا شبه كارثة. فإحنا لو بدأنا نعرف الإدمان، كلمة الإدمان جاية من كلمة أصلها أدمن. أدمن يعني اعتاد الشيء. تمام. اعتاده. هنيجي بقى نعرف التعريف بشكل أكاديمي أكتر. هنقول الإدمان عبارة عن اعتياد مادة معينة أو عقار معين أو مادة منبهة، بحيث الشخص ما قدرش أبدا أنه يتخلى عنه، ولو حصل وحب أنه يتخلى عنه بعد كده تحصل له أثار جسمية وفسيولوجية فظيعة جدا جدا. بتختلف الأثار دي باختلاف المادة المخدرة إن الفرد بيدمنها. هل تدخين سيجارة هو بدال الإدمان؟ طبعا طبعا. السجاير فيها مادة يعني كلنا عارفينها، مادة النيكوتين، مادة منتهى الخطورة. تمام. الشخص بيعتبر في ان النيكوتين ده بيسبب له شيء من السعادة او شيء من الفرح، وبيخليه حاسس ان هو مركز وطاير في السماء، وبيحس احاسيس غريبة في البداية، وخاصة ان النيكوتين بالذات بيبدا تفاعله تقريبا بعد ثواني. بيبدا تفاعله في المخ بعد ثواني من شرب السيجارة. طيب برضك فبنعتبر ان السيجارة فعلا بداية للإدمان بعد كده. نحب نعرف برضك سادة المشاهدين ايه انواع الإدمان. في انواع كتير جدا من الإدمان. في إدمان عقاقير، في إدمان مواد معينة بنسميها مواد الهلوسة. إدمان عقاقير مثل ماذا؟ ترامادول. ترامادول. في مواد بنسميها مواد الهلوسة اللي بيندرج تحتها الحشيش، وان كان الحشيش بعد كده بدأ يصنف كمادة مستقلة بذاته. في انواع كتير من الإدمان. طب والكحوليات؟ والكحوليات ايوه برضو. وعنه اخطر الحقيقه، هو احنا لو جينا نبص الخطوره، احنا هنشوف مضمون الخطوره من المجتمع بتاعنا نفسه. يعني احنا عندنا اكتر حاجه ايه اللي عندنا بيمثل لنا مشكله؟ هل عندنا الكحوليات بتمثل لنا مشكله، ولا عندنا العقاقير، ولا عندنا اللي هي السجاير والحشيش والكلام ده؟ لو جينا نركز، الاحصائيات بتقول لنا ان عندنا اكتر حاجه موجوده في المجتمع المصري اللي المفروض ان احنا بصددها وبصدد ان احنا نعالجها، اللي هي السجاير اولا ثم الحشيش. تمام. الاثنين دول اكتر حاجه موجوده في المجتمع المصري. طب باقي المخدرات زي ما حضرتك موجوده ولكن بنسب. تمام. اكتر حاجه المجتمع المصري يعني مبهدله الدنيا فيه اللي هي الحشيش والسجاير. نعم. امتى الاسره تقدر انها تكتشف ان عندها فرد من افراد الاسره مدمن؟ الحقيقه الموضوع ده موضوع يعني غايه في الخطوره. بيبقى له مظاهر كتير جدا، مظاهر مختلفة، مظاهر سلوكية على الشخص بتبان على سلوكه نفسه. بيبتدي سلوكاته تتغير تماما. بيكون شخص أكثر عصبية. دايما بيبقى عنده طلب كتير وملح جدا في المال. بيبتدي يتغير مع كل اللي حواليه. بيبتدي يلغي كل الاعتبارات الأخلاقية والمبادئ اللي كان ماشي عليها قبل كده. وده بيبان بقى في تعاملاته من خلال الأسرة، في تعاملاته مع الآخرين. طب إذا كانت هي دي الظواهر السيكولوجية أو طب الظواهر الصحية، هل بتأثر على جسم الإنسان؟ بتأثر على جسمه. بيبتدي بقى شكله بيحصل له اصفرار في الوجه، بينزل وزنه نزلة كبيرة جدا، بيبتدي بيغيب كتير جدا عن البيت، بيبتدي يسهر فترات طويلة جدا بالليل. فالحاجات دي كلها بتبقى باينة جدا، يعني الأسرة بتبتدي انها تكتشفها وتعرفها. في حاجة كمان مهمة جدا ممكن نضيفها، ان بتبتدي تلاقي الأسرة في أوضته حاجات بقى غريبة. يعني مثلا علب ادويه معينه تبتدي تلاقيها تتكرر موجوده في الاوضه. لو مثلا من الناس اللي هي في بعض الاولاد بيبقوا مرفهين وعندهم سيارات. تمام. ممكن نلاقي مثلا في بعض الحقن او بعض انواع معينه، في اولاد بيبقوا مهتمين جدا بقصه المناديل. تمام. ايش معنى المناديل؟ عشان المناديل بيبتدوا يشموا بيها هيروين وكوكايين والكلام ده. فبتدي بقى الاسره تركز على الموضوع ده، على الموضوعات ديت. اعزائي المشاهدين، اذا نحن نناقش موضوع مهم جدا. يمكنكم التواصل معنا عبر الارقام الظاهره امامكم، ونكمل حديثنا مع الدكتوره ميرفت هلال. دكتوره ميرفت، احنا اتكلمنا شويه عن المخدرات، طب ننقل على الكحوليات شويه. حضرتك يعني هل هي ظاهره ام لا؟ تمثل ظاهره ام لا للمجتمع؟ هي الكحوليات بترجع لثقافه مجتمع. بمعنى ايه؟ هل المجتمع بيسمح بتداول الكحوليات ولا ما بيسمحش؟ يعني مثلا لو جينا بصينا للمجتمعات زي المجتمع الاوروبي. تمام. هنلاقي المجتمع الاوروبي مباح جدا فيه الكحوليات موجوده، فش اي مشاكل بالنسبه له. فبالتالي بتبقى سهله وميسره، والادمان بالنسبه لها سهل جدا وميسر.
لو جينا ننقل على المجتمعات بتاعتنا اللي هي المصريه والاسلاميه والعربيه هنلاقي ان الموضوع ده الاديان عندنا كلها تقريبا بتمنع او في بعض المعايير في المجتمع بتمنع تداول هذه الكحوليات. ولكن الاقبال عليها موجود بنسب، ولكن مش نفس الاقبال على اللي احنا بنعتبره الاساسيين في المجتمع المصري اللي هم الحشيش والسجاير. بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولي. هناك البعض يذكر ان البيره نسبه الكحول فيها لا تتجاوز 4% وبالتالي هي غير مضره، هل هذا الكلام صحيح؟ لا الكلام ده مش صحيح. اما احنا بنوضح للساده لان في نسبه كبيره بتشرب بيره، في نسبه كبيره وبعدين البيره اكتر من 4 كوبايات بتجيب اضرار فظيعه جدا في الجسم، وبرده بيوصل تاثيرها للمخ وبتاثر برده على الشخص في فقدان الوعي وبتفقده كمان ادراكه للمكان والزمان. اكتر من 4 كوبايات يعني قد ايه؟ ازازه مثلا؟ تقريبا. بس هناك الكثير من الرجال بيقول لك انا بشرب 3 أو 4 أزاز و لا ده وما زلت مدرك الوعي. الكلام ده يعني. الكلام ده مش صحيح. هو ممكن يكون الادراك بيختل ولكن بنسب بنسب معينه. يعني زي ما اقول لحضرتك هو في سمه معينه في المخدرات كلها او الادمان بشكل عام. انه بيفقد الاحساس بالزمان. بيفقد الاحساس بالزمان بمعنى ايه؟ بيبتدي يحس ان الزمان بالنسبه له ابطا. تمام. ولو جينا نرجع لأسباب الإدمان هنلاقي من ضمن أسباب الإدمان إن في بعض الناس بيقبلوا على الإدمان والكحوليات والعقاقير عشان خاطر موضوع الإثارة الجنسية. طب هو إيه اللي بيزيد عنده في موضوع الإثارة الجنسية؟ اللي بيزيد إن هو بيحس إن المدة بتبقى أطول. هي المدة في الحقيقة مش أطول، لكن القصة في إيه؟ في إنه بيفقد إحساسه بالزمان. تمام. فبالتالي بيشعر إن الوقت بيمر بإيه؟ ببطء أكتر. طيب حضرتك بتدي نصائح، طب فين دور بقى الأسرة هنا؟ عاوزين نتكلم شويه عن دور الاسره. دور الاسره الحقيقه دور مهم جدا. الاسره احنا بنقول ان الاسره ممكن تعتبر اللبنه الاولى في احداث اي مشاكل او اضطرابات في السلوك للابناء. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الاسره دي لو كانت من البدايه في اختيار سليم هيبقى الابناء يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، وهينجنبهم كتير جدا من المشكلات. وانا اتكلمت في الموضوع هل القي باللوم على الاب والام؟ مثلا في بعض الحالات الاب بيكون مدخن او الام. لان في للاسف في الاونه الاخيره كثرت المدخنات. تمام. في مصر والدول العربيه. تمام. وخصوصا شرب الشيشه. بالزبط. فهل هو نوع من التقليد؟ الابن مثلا او البنت بتحاول تقلد الاب او الام؟ تمام. هو في جزء من التقليد والمحاكاه فعلا، لان التقليد والمحاكاه ده شيء مغروز يعني اوريدي موجود عند الطفل من صغره. تمام. انه بيقلد وبيحاكي. يعني احنا مثلا لو حبينا نربي ابننا على الصلاه، مهما قلت له كل يوم يا ابني صلي يا ابني صليت ولا ما صليتش مش هيصلي الا اذا كان الاب والام بيصلوا. تمام. فهو بالنسبه لهم ده نموذج وقدوه. الفعل اللي بيشوفه قدامه هو بيقلده من غير اي اوامر، من غير ما اقول له صلي او ما تصليش، او حتى لو الاب بيشرب سجاير ويقول لابنه انا بشرب مالكش دعوه. في بعض الاباء بيقولوا كده، يقول له انا بشرب سجاير انت مالكش دعوه. دي حاجه تخصني. انا الكلام ده مش صحيح، لانه هو بيرسخ في ذهنه ان ده النموذج والقدوه. طيب فبالتالي اذا انتقلنا يبتدي ان هو يقلد لمحور اخر، يعني ممكن يكون له تاثير على الولد او البنت. الاصدقاء. تمام. اصحابه. تمام. لهم دور في الموضوع ده؟ لهم دور. ايوه. احنا لما بنتكلم عن نقطه الاسره بنقول ان الابن بيبتدي ان هو يقلد. طب ما هو في ناس بتقول مثلا ان في بعض الاباء مش مدمنين ولا الامهات، ومع ذلك الاولاد بيطلعوا مدمنين. تمام. طب ايه السبب؟ هنا بقى بيبرز دور الاصدقاء. الاصدقاء دور مهم جدا في الموضوع ده. طيب احنا بنتناول. اتفضل حضرتك. دايما علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما بيعمل اي سلوك او اي فعل بيكون قدامه حاجه من اتنين، يا اما اللي حواليه بيدعموا السلوك ده فبالتالي السلوك بيستمر، يا اما بيعملوا له انطفاء. تمام. انطفاء بمعنى ايه؟ ان السلوك ما بيدعمش فبالتالي بينطفئ وينتهي. تمام. فاللي بيحصل من الاصدقاء ان هم بيبتدوا يسحبوا الابن او الولد للادمان، وابتدوا بقى يدعموا له السلوك ده، انت كده هتبقى راجل، انت كده لازم تجرب، لازم تعيش الوقت الجميل اللي احنا بنعيشه، تشعر بالمتعه اللي احنا بنشعر بيها. فده بالنسبه له تدعيم. طب وايه الحل بقى؟ الحل الاب والام لازم يكون في نوع من الكنترول، لازم يكون متابعه. لازم يكون في نوع من المتابعه. متابعه وليس التقييد. طيب اوقات الاولاد او بعض الاولاد بيعترضوا ان الاب والام اتدخل في اختيار صديق. فتقول ايه حضرتك؟ هو المفروض ان العلاقه القائمه بين الاب والام وبين الاولاد هي علاقه حب في الاول. تمام. احنا لو بنشعرهم بالحب وكل حياتنا معاهم مبنيه على الحب، اي شيء بعد كده هيتقبلوه مننا. القصه مش في قصه ان هو ابني ولازم يسمع الكلام، لا هو مش هيسمع الكلام بالعافيه. هو هيجي من الحب والمعامله والود بينه وبين ابوه وبين امه. طب اذا انتقلنا الموضوع او نقطه اخرى مهمه جدا. الاعلام. هل تمام. عالج مشكله الادمان بما فيه الكفايه ولا يعني لا. مثلا شفنا بعض المسلسلات البطنيه بتتكلم عن المخدرات. تمام. في افلام طبعا زي الكيف وغيرها. بالزبط. بتتناول هذا الموضوع. هل حضرتك تعتقد ان الاعلام تناول هذه القضيه بما فيه الكفايه ولا لا؟ لا، هو الحقيقه احنا بنعتبر الاعلام سبب
من ضمن اسباب الادمان. بمعنى ايه؟ الاعلام لما تناول قضيه الادمان تناولها من مفهوم واحد او ركز على نقطه واحده اللي هي نقطه ايه؟ نقطه الثراء السريع. شايف تاجر المخدرات اذا كان في مسلسل البطنيه او في اي فيلم او غيره كله بيركز على نقطه الثراء السريع. التاجر بدا ان هو ما فيش وما معهوش، بالتالي في خلال كام سنه بقى مليونير وبعد كده بقى ملياردير، فهو ركز على النقطه دي. تمام. احنا بقى يعني المفروض ان احنا بعد كده ان شاء الله الاعلام ينتقل من دور بقى التركيز على الثراء السريع للتركيز على نقط ايه؟ ما بعد الايه؟ الادمان وما بعد الاتجار والعواقب الوخيمه اللي هيقابلها في المجتمع بعد كده. نعم، يعني هل حضرتك بتعتقدي ان الفتره الحاليه في بعض الافلام تروج مثلا لا تؤدي الغرض، ولا تقصدي ايه حضرتك؟ اقصد انها ما تناولتش النتائج المترتبه على الادمان بشكل واسع، هي تناولت الجزء الاولاني من حياه المدمن او من حياه تاجر المخدرات، انه بيبقى فقير معدوم بعد كده ما شاء الله الدنيا بتفتح معاه جامد وفي خلال كام سنه بيبقى. ولكن في كثير من المسلسلات او الافلام بيبينوا في الاخر انه ممكن يدخل السجن تكون عقوبه 25 سنه، بس يبقى في الاخر مثلا ايه بعد فيلم طويل ساعتين او ساعتين ونص يجي لنا في الاخر خمس دقائق انه حكم عليه ب 25 سنه او 15 سنه. طيب برضك احنا نحب احنا عايزين نركز النقطه، يعني انا يعني اتمنى من الاعلام انه يركز قوي في الموضوع ده، الموضوع ده بجد خطير جدا، والاعلام دلوقتي بمثابه يعني للناس كلها، الناس ما بتختلفش على الاعلام، ما حدش بيختلف على الاعلام دلوقتي. ممكن الابن او المدمن ما بيسمعش كلام من اسرته، ما بيسمعش كلام من ابوه من امه، بس ممكن يسمع للاعلام وينقاد للاعلام، يبقى بالتالي الاعلام لازم يكون له دور كبير جدا في الموضوع ده. برضك انا احب اسمع من حضرتك ايه الفرق بين التعاطي والادمان. التعاطي اللي هو بيعتبره في الاول، اللي بيعتبروه الشباب في الاول ان هو بيجرب، يعني مفيش مشكله لما ياخد مثلا هو رايح فرح فحب يجامل واحد صاحبه تمام، فبيتعاطى عشان قدر ما يحرجوش. تمام. بيعتبرها في وسط شله الاصدقاء نوع من انواع الرجوله، انه يكون قاعد في وسط الشله ويتعاطى معاهم او يمارس معاهم. لكن هو بالنسبه له بيعتقد ان دوت مش ادمان، ان هو لو حب في اي وقت من الاوقات يتخلى عنه هيتخلى عنه. بس للاسف مش دي الحقيقه. هل ماده الافيون لها خطوره طبعا على الجسم ولا لا؟ طبعا ليها خطوره، طبعا ليها خطوره رهيبه. لو جينا نتكلم عن كل الانواع. نعم. هنبص نلاقي كلهم برضك تقريبا. نوضح للناس عشان ايه الفرق بين تاثير الحشيش، ايه الفرق بين تاثير الافيون، ايه وهكذا. احنا لو جينا ناخد مثلا الحشيش اللي هو يعتبر اشهر حاجه في المجتمع المصري، اللي هو يعني تقريبا ما فيش حد في المجتمع المصري الا لما جرب الحشيش. احنا لو جينا نشوف الاحصائيات هنلاقي الاحصائيات بتقول لنا اكتر من 10 مليون مصري جربوا الحشيش. 10 مليون مصري؟ اكتر من 10 مليون بتعاطوا حشيش. اكتر من 10 مليون من ضمنهم. مليون من ضمنهم مثلا كبيرة. نسبه كبيره جدا. عشان كده بقول لحضرتك الموضوع خطير. من ضمنهم مثلا 2 مليون فتيات. 2 مليون فتيات وسيدات. ولكن كما نسمع يعني الحشيش ليس رخيصا يعني. لكن هو اذا يعني كيفيه الحصول عليه ليست سهله وغالي الثمن. تمام. ما هو انت لو جيت برضك حضرتك تبص للمستويات الاقتصاديه دلوقتي، يعني اللي ابتدى اللي هي بتقبل على الادمان، ما هو احنا ليه بنقول الادمان خطر؟ يعني خطر 10 مليون بتترتب على الادمان. حضرتك بتقول لي 10 مليون، 10 مليون دولت هل هم من الطبقه الوسطى؟ اكثر من 10 ام الطبقه الغنيه؟ اكثر من 10 مليون. يعني صعب ان يكون واحد فقير ويشرب حشيش، ممكن. بس هي يقدر قد ايه مثلا؟ ما هو احنا مره مرتين انا مش هيقدر يستمر. ما هو احنا بنبداهم بقى من ايه؟ من المتعاطي اللي بيبتدي ان هو يتناول او جرب لحد ما نوصل في الاخر للي بقى ايه؟ اللي بقى مدمن، اللي هو وصل على اعلى درجه اللي هو درجه الادمان. تمام. تمام. فهنيجي نشوف حاجه زي الحشيش مثلا، في البدايه بيحس ان هو طاير في السماء والدنيا بالنسبه له زي الفل والدنيا ورديه والكلام ده كله، ولكن الحشيش بالذات بيشتغل على خلايا المخ. له تاثير ضار على خلايا المخ؟ طبعا، ده بيتلف خلايا المخ كلها. يعني هو بيشتغل على خلايا المخ. بيفقد الاول الانسان الاتزان خالص، بيفقد الاحساس بالزمان والمكان، بيحصل له صداع رهيب جدا، بتحصل له اعراض يعني اعراض كتيره جدا، منها سيلان اللعاب، منها انخفاض في ضغط الدم، في الاخر بعد كل دوت بيؤدي في اخر مرحله خالص لتلف في خلايا المخ. وهل مدمن الحشيش مثلا بينام فترات طويله من اليوم؟ لا، هو ولا هو اللي بينام، اللي بينام فترات طويله من اليوم مدمن الكوكايين. مدمن الكوكايين. يعني هم حتى الشباب اللي بيدمنوا كوكايين بيقولوا لبعضهم ان الكوكايين ملوش اثار جامده جدا، لا ده هو بس كل الحكايه في الكوكايين انه بينيم اكتر وشويه كسل بس مش اكتر من كده. طب حضرتك اتكلمت عن تاثير الحشيش الضار على جسم الانسان وخصوصا خلايا المخ. طب الكوكايين حضرتك بتتكلمي، هل تاثير اكثر خطوره ولا بنفس الدرجه ولا اقل؟ الكوكايين اكثر خطوره، ان الكوكايين بيؤدي للوفاه. ان كان الحشيش بيلعب على خلايا المخ او بيفقد خلايا المخ، الكوكايين بيؤدي للوفاه. ما فيهاش نقاش. هنشوف حاجه كمان ممكن تؤدي للوفاه وبتبان قدام الناس انها سهله وبسيطه وميسره، السجاير. تمام. النيكوتين اللي في السجاير بيؤدي للوفاه. في احصائيه بتقول ان لو الطفل صغير بلع سيجاره ده بيكون من ضمن اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لوفاه الطفل في الحال. نعم.
لو الطفل الصغير بلع سيجارة بتكون من ضمن أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي لوفاته في الحال، بالرغم من أن الجهاز الهضمي ما بيتفاعلش مع السيجارة زي ما الرئتين بيتفاعلوا معها. تمام. يعني مش بنفس النسبة. طب احنا بيكون تفاعل الرئتين بشكل عالي جدا مع السيجارة أكتر من الجهاز الهضمي. نعم. ايه السن اللي يعني معتاد تناول الافيون؟ هل الكبار ولا في شباب برضك بيتناول الافيون؟ لا، هو احنا برضو لو جينا نشوف الاحصائيات بتقول لنا ايه، الاحصائيات بتقول لنا ان الادمان عاده في مصر بيبدا من سن 10 سنين او من تحت 10 سنين لحد 23 سنه. واخطر المراحل العمريه اللي المفروض ناخد بالنا منها ونركز عليها اللي معرضه للادمان. مرحله المراهقه. مرحلة المراهقة من سن كام لسن كام؟ اللي هي بتختلف من الولاد عن البنات، بس تقريبا هنقول طيب. استاذ حضرتك ناخد اتصال معانا. ماشي اوكي اتفضل. استاذ جيهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك واهلا بالدكتوره ميرفت. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبتي. انا يعني عايزه اسال بس سؤال للدكتوره. اتفضلي. عايزه اسال حضرتك يا دكتوره ميرفت عن الاسره هي والتربيه الاسريه الكلمه الصالحه يعني اللي بتربي طفل على مبادئ او اخلاقيات معينه، هل هي كافيه لحمايه الشباب فعلا وتحصينهم من الادمان، ولا برضه ما زالت لسه الثقافه الخارجيه مؤثره في الشباب؟ تمام. ليكي سؤال ثاني يا استاذ جيهان؟ لا شكرا. شكرا على اتصالك. هي الحقيقه استاذ جيهان اثرت نقطه هائله جدا اللي هي تأثير الأسرة وخاصة الوازع الديني. هي بتركز على الوازع الديني في السؤال بتاعها. تمام. فاحنا لو كنا هنتكلم على نقطة علاج الإدمان ودي اللي كنا هنأجلها لآخر الفقر إن شاء الله، كنا هنركز فيها قوي على نقطة الوازع الديني. مهم جدا الأسرة تزرع الوازع الديني من صغر الطفل فيه. يعني إيه؟ يعني إيه الوازع الديني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيراقبك، مش ماما ولا بابا ولا تيتا ولا أي حد تاني. ربنا سبحانه وتعالى موجود معاك في المدرسة، موجود معاك في الجنينة، موجود معاك في النادي، موجود معاك في كل مكان. يبقى بالتالي أنا هنا هخاف من ربنا، مش هخاف من ماما ومش هخاف من بابا. تمام. اذا كنا احنا وبالتالي همتنع عن اي فعل خطا. احنا اتكلمنا على الاسره واتكلمنا على الاصدقاء، طب فين دور الدوله في مقاومه الادمان؟ دور الدوله مهم برضو جدا. دور الدوله بيتمثل في ايه؟ لو جينا نشوف من ضمن العوامل الاجتماعيه المؤديه للادمان هنلاقي البطاله. البطاله. بطاله. وقت الفراغ. فالدوله هنا لازم تهتم جدا بموضوع تشغيل الشباب، توفير اماكن ترفيهيه ليهم، اقامه ندوات ومحاضرات وتوعيه عشان خاطر الادمان، اقامه كل حاجه ممكن يعني تشغل وقت الشباب وتشغل فرحهم. الرياضه، الرياضه مش لها دور برضه في معالجه الادمان؟ ما احنا بنقول اقامه اماكن ترويحيه. ما هي من ضمن الاماكن الترويحيه دي مراكز الشباب والنوادي. نعم. الاستاذ ابراهيم حجازي في الاهرام منذ سنوات يطالب باستغلال كل مساحه فضاء وتحويلها لملعب كره قدم. يا ريت حقيقه استاذ ابراهيم. نعم. يا ريت فعلا. بجد يعني هتفيدنا فايده فعلا جميله جدا. تمام تمام. يعني دلوقتي استاذ جيهان طرحت علينا سؤال. واحنا اتكلمنا عن الاسره واتكلمنا عن المجتمع واتكلمنا عن الرياضه. طيب حضرتك اديني بعض امثله كده للادمان. تمام. هو يعني في بنت بتحكي كنا بنسالها يعني بنعرف هي دخلت الادمان ازاي. فبتحكي قصتها ان هي كانت بنت مؤدبه جدا وكل بيضحكها باخلاقها وبتربيتها والقيم الجميله اللي هي بتعيش فيها في وسط المجتمع. جت في يوم واحده صاحبتها بعد ما دخلت ثانوي، واحده صاحبتها قالت لها تعالي معايا نروح فرح. راحت مع صاحبتها الفرح، هناك قابلت شاب وسيم بدا يتبادل معاه اطراف الحديث شويه، وخد نمر التليفون، خد نمر التليفونات، اتكلموا مع بعض، اتقابلوا بعد الفرح. طبعا صاحبتها هي اللي عرفتها بالاخ دوت. بدأ ان هو يرد عليها انها تتناول بعض يعني قطع صغيره من الحشيش، وفي الاول بدأ يقول لها لا انت هتحسي بجو تاني وهتحسي بسعاده ملهاش حل وكلام كلام الجميل ده كله. بدأت فعلا معاه واحده واحده لحد ما بدأت لمرحله الادمان. تمام. بدأ بعد كده يبتزها بقى، مفيش معاه فلوس، مفيش قادره تعمل حاجه. دخلنا في قصه السرقه، جينا بعد السرقه خلاص بقى ايه مساومه بقى على الشرف. فالموضوع يعني الموضوع فعلا خطير، يعني انت فعلا صدقت في مقوله ان احنا بندق ناقوس الخطر. طيب احنا برضك بنتكلم عن العلاج الادمان وكده، هل هناك عدد كافي من المستشفيات والمصحات التي تعالج الادمان في مصر؟ هو الحقيقه العدد مش كافي بالنسبه لنسبه المدمنين الموجوده في مصر. ولكن هي القصه مش في المصحات او المستشفيات بس. العلاج الادمان يعني له كذا عامل. يعني احنا لو كنا اتكلمنا على الاسباب هنلاقي في عوامل اجتماعيه، في عوامل اقتصاديه، في عوامل نفسيه خاصه بالشخص نفسه. يبقى لازم عشان اعالج اغطي كل الجوانب دي. تمام. اغطي العامل النفسي والعامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي. يعني اهم حاجه بناء الشخصيه عشان ابني الشخصيه صح. تمام. الشخص لما يكون عنده بناء شخصيه مكتمله عمره ما هيقبل على الادمان. هيعرف ازاي يواجه المشكله. ازاي حصلت له اي ازمه هيخرج منها. طيب. مش هيهرب من الواقع. احنا في بعض الافلام بنرى ان ممكن علاج المدمن اسرته مثلا بتاخده
مصحة أو مستشفى، ولكن بعد فترة بيعود للإدمان مرة تانية. ليه؟ عشان النقطة اللي احنا نتكلم فيها اللي هو قوة الشخصية أو عدم بناء الشخصية، هو هنا بيعالج فقط من الناحية الطبية. يبقى أنا هنا محتاجة إيه؟ محتاجة أن أنا أغير له إدراكه، أغير له مفاهيمه. المدمن ده محتاج إيه؟ محتاج تغيير أسلوب حياة. إذا انتقلنا، يعني أنا محتاج أغير أسلوب حياته بشكل كامل. إذا خدنا نقطة يعني بتمثل مشكلة لبعض الناس، في كثير من الأسر بيتكسف أنه يقول ابنه أدمن، أو الابن المدمن نفسه بيخاف يحتك بالناس بعد كده أنهم يقولوا عليه مدمن. فهل إيه المجتمع المفروض يعمل إيه مثل المفروض بعد العلاج بيتم عملية بنسميها عملية الدمج. تمام. الدمج ده اللي هو إيه؟ المدمن ده بعد كده هيبقى شخص عادي، شخص سوي جدا زيه زي أي فرد في المجتمع، فبالتالي المجتمع لازم يتقبله. وده من حقوق المجتمع عليه، يعني من حقوق المجتمع أن يتقبل كل أفراده بكل ما فيهم. هو أخطأ لكن خلاص، يعني تعالج وبقى شخص سوي، ليه ما نتقبلوش وليه ما ندمجوش في وسط المؤسسات كلها الاجتماعية؟ تمام. إذا عملنا مقارنة بين مصر وباقي الدول العربية، مصر بتأتي في المرتبة الأولى أم الأخيرة أم في الوسط؟ لا، مصر بتأتي في المرتبة الوسط، لأن برضو لو جينا برضو نبص للحشيش أو السجائر أو الأفيون هنلاقيهم برضو منتشرين في الدول العربية. إيه أكتر الدول العربية منتشر في المخدرات؟ لو جينا مثلا بصينا لدولة هنلاقي مثلا أكتر دولة ممكن تكون دولة سوريا. سوريا يعني تقريبا من أول الدول اللي بدأ ينتشر فيها السجائر والتبخ. نعم. يعني احنا بقى نشوف البدايات خالص. ولكن نسمع ان الحشيش ياتي من المغرب او لبنان. فلماذا؟ عشان احنا بنتكلم عن المخدرات بشكل عام. نعم. يعني لما نتكلم عليها بشكل عام هنلاقي سوريا بتاخد تقريبا المركز الاول. وايه اكتر الدول تناولا للكحوليات في الدول العربيه؟ تقريبا لبنان. لبنان. لماذا؟ برضه نتيجه الوسط المنتشر في لبنان، تحس ان يعني الجو بتاع لبنان جو اوروبي شويه. فبالتالي الكحوليات فيها متاحه. تمام. طب لو حضرتك برضك قلت روشته علاج بقى للادمان، هنقول ايه؟ احنا لو جينا نتكلم عن روشته علاج للادمان هتكلم من الناحيه النفسيه اللي هي الناحيه اللي تخصنا، لكن في الناحيه الطبيه والحاجات الثانيه دي خاصه بمين؟ خاصه بالدكاتره. يبقى احنا نتكلم عن الناحيه النفسيه والناحيه التنمويه. تمام. انا عايزه اقوم شخصيه الفرد. اقوم شخصيه الفرد مهم جدا في البدايه ان انا اغير ادراكه. اغير ادراكه بمعنى ايه؟ يعني هو لازم في الاول يكون مقر ان عنده مشكله. لو هو اقر ان عنده مشكله وعاوز يتعالج يبقى انا كده بدات فعلا اغير الادراك. تغيير الادراك بيمثل 50% من حل المشكله. يعني مجرد ما هو هيغير ادراكه وهيقر فعلا انه عنده مشكله، بعد كده هيكون الحل سهل جدا وبسيط. بعد ما يغير ادراكه ندخل في مرحله اخذ القرار. تمام. لازم ياخد قرار انه لازم يتعالج فورا. ما ياجلش، مش هحاول، مش لسه هشوف، مش بكره. الكلام ده كله، يعني الكلام ده كله ما ينفعش، لازم اخد قرار وابدا حالا دلوقتي. مجرد ما هياخد القرار يبتدي بقى انه يعمل لنفسه بناء شخصيه، تلقي رسائل ايجابيه. تلقي رسائل ايجابيه بمعنى ايه؟ ابتدي ازرع في عقلي الباطن او عقلي اللاواعي ان انا خلاص دخلت على مرحله جديده، انا فعلا جوايا قرار وجوايا عزيمه واراده ان انا لازم اتعالج من الادمان. لو فعلا بدا يدي الرسائل ديت لعقله الباطن، عقله الباطن هيحاول يهيئ له كل الظروف عشان خاطر ينفذ له اللي هو عايزه. يعني اذا قلنا الادمان مشكله كبيره، هل هي بتتوقف على مرحله سنيه معينه، ولا ممكن مثلا واحد عنده 40 سنه عمره ما دخن السجاير في حياته، ولكن ممكن مثلا زي ما حضرتك بتقولي اصدقاء السوق مثلا بيقدموا له مثلا سواء مخدر او كحوليات؟ هل في امثله بتتناولها في فرح زي ما احنا قلنا كده؟ من باب التعاطي والتجربه مش اكتر، او تحيه زي ما بيقولوا في مصر. نعم. باب انه بيحيي الناس وبيحيي العريس والكلام ده. ممكن ما ياخدش مش واخدها من مبدا ان هو هيدمن او الكلام ده، هو بس واخدها من مجرد انه هيجرب. احنا برضك كنا بنتكلم عن الاعلام ودوره، وحضرتك قلت ان دور الاعلام ليس كافيا. في بعض الافلام راينا ان ممكن اثناء تعاطي جرعه هروين ممكن تؤدي الوفاه في الحال. لماذا مثلا مع المخدرات الاخرى زي الحشيش او غيرها مثلا لا يتم الوفاه بمثل هذه السرعه؟ يعني ايه السبب؟ عشان بياخد وقت. بياخد وقت. بياخد وقت. هو الحشيش بالذات لو جينا نشوفه هنلاقيه بياخد مراحل معينه. يعني الحشيش بيبدا تركيزه في المخ او عمله في المخ تقريبا بعد ربع ساعه من التعاطي. وبيستمر الاربع ساعات. بيدخل في اربع مراحل او اربع اطوار لحد ما بيوصل للنهايه. يعني كل ما بيزود في الجرعه اكتر كل ما بيبتدي يخش في مرحله الخطوره اكتر. تمام. عشان كده بياخد وقت، وبيكون يعني نتيجته بتيجي بعد وقت طويل جدا، مش زيه زي مثلا الهيروين او الكوكايين. طب حضرتك اذا كنا احنا بنقول ان الدوله دورها بتقاوم المخدرات والادمان الى غير ذلك، لماذا هناك بعض الدول الاوروبيه تبيح استخدام الحشيش مثل هولندا مثلا؟ هولندا في اماكن في امستردام تبيح شرعا استخدام الحشيش. هل لا خوف على الاستخدام؟ لا، هم بينظروا لها من ناحيه الحريه.
الحريه الشخصيه، ان هو بيسيب كل الابواب مفتوحه والشخص هو له حريه هو يختار. بحكم خبرتك ودراستك، هل تاجر مخدرات دائما يتناول مخدرات مثل الاخرين ولا العكس؟ لا غالبا، لا غالبا ما بيتناولهاش، لانه عارف لو تناولها ممكن تعمل معاه ايه. هو بس بيتاجر فيها وبياخد من وراها اموال طائله فقط، فقط ولكن يعني اغلبهم ما بيقدموش. استاذن حضرتك معانا اتصال تاني. استاذه ساميه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسال الدكتوره لو سمحتي سؤال؟ اتفضلي حضرتك. سمعت يا دكتوره في الترامادول اعراض؟ اعراض ايه؟ انا سامعه بس. الترامادول. ايوه. ساميه ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا. طب شكرا. هي عاوزه تعرف ايه اعراضها اللي بياخد ترامادول؟ اللي بياخد ترامادول بيبقى قريب جدا من الكحوليات بشكل عام، فبيكون عنده اعراض اصفرار الوجه، الوش شاحب دائما، دايما بيكون في سمار تحت العين، بيكون في هزيان، يعني في اعياء باين عليه جامد قوي، انه دايما صحته بتقل، وزنه كمان بيقل قوي. طيب احنا في الفتره الاخيره سمعنا ان الاداره العامه لمكافحه المخدرات بتضبط كميات كبيره من مخدر الترامادول كما ذكرت الاخت ساميه. طيب يعني ليه كتر الترامادول في الفتره الاخيره؟ ايه السبب؟ يعني ما كناش بنسمع عنه مثلا من 20 سنه او 30 سنه، ما كانش هل مصر مستهدفه ام ماذا؟ مصر مستهدفه فعلا. دي مشكله، ودي فعلا نقطه مهمه كنت عايزه اتكلم فيها. اتفضل. ان فعلا احنا بنحارب، يعني احنا بنحارب من خلال شبابنا، الشباب دولت اللي هم يعتبروا قاده المستقبل، هم الجيل الجديد، هم اللي هيحملوا البلد بعد كده. فيعني الحرب دي جايه يعني زي ما بيقول ما بتتركش اخضر ولا يابس، بتاتي على كل شيء، وبالتالي بتستهدف كل الانواع، الناس اللي يعني الحشيش متوفر، السجاير متوفره، خلاص الناس بدات تمل من الصنفين، يبقى نجيب لهم حاجه جديده. نعم. وهل يعني الترامادول سعره في متناول الجميع مثلا ولا؟ هي القصه بالنسبه للمدمن مش في قصه السعر. انا لست مدخن يعني، ولا عايز اسالك. تمام. هو القصه في للمدمن مش قصه السعر ابدا. يعني هو يعني ادم ادمن وبدا يتعاطى ودخل في مرحله الادمان، خلاص ممكن بقى لو بيسرق مفيش مشاكل، بياخد من ورا بابا ومامته مفيش مشكله، بياخد من اي حد، لو هيشحت في الشارع مش مشكله. يعني قصه بالنسبه له، يعني القصه في البدايه، يعني احنا مجرد ما هنحميه خلاص انتهت المشكله. احنا في، لكن لو هو بدا خلاص دخل في مرحله التعاطي والادمان خلاص انتهى كل شيء. في بعض الاحيان نقرا في الجرائد او نسمع ان اب قتل مثلا ابنه او اولاده لانه مثلا بيمر بضائقه نفسيه وكان بيتعاطى المخدرات وكده، هل المخدر ليه تاثير لهذه الدرجه؟ طبعا، مش انا بقول لحضرتك، بقول لك لو جينا نشوف مثلا حاجه زي الحشيش، هلا ابني اشتغل على خلايا المخ، بيتلف خلايا المخ، فحضرتك منتظر ايه تاني بعد تلف خلايا المخ؟ خلاص ما بقاش في تركيز، ما بقاش في وعي، ما بقاش في انتباه، يبقى بالتالي ممكن الواحد يتوقع اي حاجه. تمام. لما توصل لمرحله ان 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 بعض المخدرات، بعض انواع معينه من المخدرات بتجيب رعشه، ويعني رعشه وحكه في الجلد بطريقه رهيبه. تمام. ما بيبقاش قادر الانسان يسيطر على نفسه، يعني عاوز يعمل اي حاجه، لو اي حد جنبه هيضربه ممكن يموته ممكن يقتله عشان خاطر يحصل على المخدر. احنا بقى لنا دقائق معدودات. تمام. في الفقره احنا نحب ان حضرتك تقولي نصائح للساده المشاهدين لقطع عمليه الادمان او على الاقل التقليل منها. تمام. عايز اقول للساده المشاهدين او المدمنين بمعنى اصح، لو حضرتك قررت انك تتخلص من الادمان فعلا هتتخلص من الادمان. ليه؟ دلوقتي احنا شفنا مثل بسيط اللي هو مدمن السجاير، مدمن السجاير لو راح الدكتور واكتشف والعزو اللي انه عنده كانسر، السجاير فيها ادمان كمان؟ في ناس اثناء رمضان بتحاول تتخلص، بتستغل شهر رمضان ان هي تتخلى عن السجاير او تتخلص من السجاير، هو فتره صيام بالنهار وبالليل قدر الامكان بيحاول يشرب مثلا سيجاره واحده او اثنين، فبيكون فرصه شهر رمضان بالنسبه له فرصه انه تغيير العاده، ما هو ده الجزء اللي اتكلمنا عنه في نقطه تغيير العاده، انه لازم يغير عاداته. تمام. فبنستغل رمضان في نقطه تغيير العادات السلبيه وبتدي يحط مكانها عادات ايجابيه. فاحنا بنقول لو هو قرر فعلا يتوقف هيتوقف. بدليل ايه؟ بدليل مدمني السجاير او مدخنين السجاير. لو عرف من الدكتور فعلا انه عنده كانسر بيتوقف فورا. ما بيشغلش باله بقى بالاثار المترتبه عليه، ليه؟ لانه هنا بيكون عنده دافع في منتهى القوه. تمام. الدافع ده هو ايه؟ هو البقاء على الحياه. دكتوره ميرفت هلال نورتينا. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير، انتظرونا مع الدكتور مصطفى الفقي المستشار القانوني. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من الحلقة مع ضيفي وضيفكم الأستاذ مصطفى الفقي المحامي بالنقد والدستور العلمي. أهلا بك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا، إزيك أستاذ إبراهيم؟ وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بكم أستاذ مصطفى. إحنا كنا بنتكلم عن الإدمان، نعرف للسادة المشاهدين الإدمان من الناحية القانونية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. الإدمان ببساطة هي المشكلة اللي احنا بنمر فيها في المجتمع المصري. الإدمان مفهومها القانوني أو التعريف بتاعها هو اعتياد شخص ما على القيام بفعل أو تصرف ما دون أن يحسب لهذا الفعل عواقبه. بمعنى الإدمان لا يتلخص في إدمان المخدرات المتعرف عليه، هو الإدمان في كل شيء. مثل ماذا؟ اللي بياكل كتير ده إدمان، اللي بيحب الطعام ده مدمن طعام، اللي بيحب المذاكرة كتير ده مدمن مذاكرة، وفي السابق تعلمنا إذن من كلامك في إدمان حميد و تمام. بس في جميع الأحوال الإدمان خطأ. ليه؟ لأن خير الأمور الوسط. تمام، لابد الإنسان أن يكون معتدلا في كل تصرفاته. تمام، وفي كل أفعاله. إذا تزايد الشيء عن حده انقلب لضده. تمام، وأصبحت بدل ما يكون ميزة بقى عيب. فدلوقتي احنا بالمجتمع المصري للاسف الشديد عندنا ادمان مظاهرات. ناس بتنزل مظاهرات زي اللي حصل النهارده ومش عارفين نازلين ليه. بقينا صوار دون ثوره. تمام، دون مطالب، وكل يوم والتاني في تعطيل طريق وفي تعطيل مرافق وفي ما فيش انتاج. واحنا المفروض اليومين دول خلاص احنا اتحركنا وبدأنا في الطريق الصحيح، المفروض نهدى. بالنسبة للمظاهرات المتكررة طبعا إدمان، بتعتبرها مبالغة أم إدمان؟ إدمان، ما هي المبالغة هي الإدمان. نعم، بالمعنى الأصح والإدمان هو اللفظ هو اللفظ الطبيعي لكلمة تطرف. تمام، هذا متطرف الفكر، يعني فكره زيادة قوي شديد قوي. فالمدمن هو بطبيعته هو متطرف جدا في أخذ الشيء. تمام، المجتمع المصري يعلمه كإدمان مخدرات، دي اللي الإعلام بياخدها، ولكن أي شيء زاد عن حده فهو اسمه إدمان، والمعنى الاخر ليه هو التطرف. تمام، دي ببساطه جدا جدا جدا. طيب بالنسبه للمجتمع بتاعنا المجتمع المصري ممكن نقول ايه اسباب الادمان؟ والله لو جينا للادمان من ناحيه المخدرات، وده موضوع الحلقه على ما اعتقد، فده طبعا ليه عوامل كتيره جدا جدا، اهمهم عاملين، عامل بيئه، والبيئه دي هي البيئه المحيطه اللي من خلالها. ماذا تقصد بالبيئة؟ الأسرة؟ البيئة اللي هي الأسرة، المجتمع اللي عايش فيه. خدت بال حضرتك، الفقر المؤثر على البيئة. تمام، ده جزء لا يتجزأ. رب أسرة موجود عنده أسرة. تمام، لا يستطيع أن ينفق عليهم، فأولاده بدل ما يخشوا في التعليم فبيتسربوا من التعليم. خدت بال حضرتك؟ فدي ببساطة شديدة ده أهم عامل من عوامل الإدمان الذي نقصده في هذه الحركه، هو ادمان المخدرات مثلا على سبيل المثال، او ادمان الكحوليات. الكحوليات، ما هو الادمان يشمل انواع كثيره جدا جدا. الادمان ممكن يكون كحوليات وحظنا ربنا سبحانه منه. احنا بنقصد الـ 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 الحاجتين اللي بيأثروا تأثير مباشر على الانسان من الناحيه الماديه. تمام، والناحيه الصحيه، ولذلك زي ما حضرتك ذكرت احنا بنركز على المخدرات والكحوليات. تمام، وان كنت قد ذكرت ان هناك انواع اخرى من الادمان. تمام، اتفضل. بالنسبه للمخدرات وبالنسبه للكحوليات، طبعا نخلينا في الجزء الاولاني بتاع الكحوليات بتاع المخدرات. تمام، لان هو ده المنتشر في مصر. وانواع للاسف الشديده رديئه تصنع وتعطي لشبابنا من اجل اخذ عقولهم، لان الناس كله، العالم العربي كله او العالم بطبيعته، اهم قوه بالنسبه له هي القوه الدافعه ليه هو شبابه. تمام، احنا قوتنا في شبابنا. احنا عندنا 60% من قوة الشعب المصري هي شبابه. 60% من السكان. من السكان. نعم، تبدأ من 12 سنة 14 سنة 15 سنة لغاية 40 سنة. ودي قوة مش سهلة جدا. عشان كده في فراغ خطير جدا جدا موجود. عشان كده كل يوم بتلاقي نبص نلاقي المظاهرات كلها عيال صبية. على عكس بقى الدول الأوروبية. طبعا، هناك الأعمار السنية فوق ال 50. طبعا، وهذه الأعمار هي الأعمار التي تنتج. المصري اللي بيسافر في اي مكان بره بينتو بيشتغل لان ليه توجه معين، عارف هيشتغل. النهارده مشكلتنا ما عندناش توجه. فالنهارده لما نيجي نتكلم على المخدرات، لما نلاقي مجتمع من المجتمعات فقير فهيطلع بيئه معظمها تميل للمخدرات. تمام، والمخدرات الغرض منها ايه؟ هو بيقول لك انا باخد هذا المخدر عشان انسى.
تنسى ايه يا عم؟ انسى الواقع اللي انا عايش فيه. تمام. للاسف الشديد. اذا دخلنا بقى في العقوبات، بحكم ان حضرتك النهارده مستشارنا القانوني، نحب نوضح للساده المشاهدين ايه العقوبات اللي ممكن تقع على المدمن. والله المشرع المصري، مشرعين في العالم العربي وفي الشرق الاوسط، الى التنبؤ لخطوره هذه الجريمه وهي جريمه المخدرات. فمنذ عام 1960 اصدر المشرع المصري القانون رقم 182 لسنه 1960 بمكافحه المخدرات. وعدل هذا القانون، وعدل بتطبيق اقصى عقوبه، شدد العقوبات سنه 89. هذا القانون في طيته هي صفحه مضيئه في تاريخ الشعب المصري. ليه؟ لان هذا القانون لو طبق بحذافيره لن نجد في يوم من الايام واحد متعاطي. لو طبق، لو طبق. ده السؤال. ايه النسبة القانونية المسموح ان ممكن انسان يتعاطاها؟ مثلا كم جرام مثلا من الحشيش؟ لا 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 لا، نسمع عن هذا يعني. لا 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 لا، ما عندناش. لكن انا عايز قبل ما اجاوب على ليه المشرع المصري عمل هذا القانون، لان اكتشفنا في احدث البحوث الصادرة بالنسبة لمصر والشرق الاوسط والعالم، ان كل 30% من الجرائم شديدة العنف فيهم 25% بسبب المخدرات. بسبب المخدرات. تمام. خدت بال حضرتك؟ فالمشرع المصري لما جه تنبه لهذه الظاهره من عام 60، والموضوع ده كان لغايه سنه في بدايه السبعينات او بعد 73، كان صعب جدا لما تلاقي واحد معاه مخدر وده بيهربها، بخلاف الايام المنيله اللي احنا عايشينها دي والثلاث سنين اللي عاديين دول، ان للاسف الشديد كله فتح وكله بقى، ولكن هتتلم وفي الخير جاي ان شاء الله باذن الله، والبلد دي هتستقر ومش هيبقى فيه زيها ان شاء الله باذن الله باراده شعبها العظيم يعني. فالمشرع جرم اربع حاجات بالنسبه للمخدرات. قال لك كل من جلب يعني جه من بره او صدره، احنا غالبا ما بنصدرش، احنا بنجلب من بره. ومن هذا المكان بمناسبه ان حضرتك بتقول ان مصر بتستورد، طب ما هو ده برضك استنزاف. ما هو للاسف انت لو تخش على النت وتشوف الفلوس اللي بتدفع في المخدرات، في جلب المخدرات دي مليارات. انا بدروات. كما اعرف هي التجاره رقم 2 على مستوى العالم. طبعاً. التجاره رقم 1 السلاح، طبعا التجاره رقم 2 المخدرات. المخدرات قول السلاح ده ليه هدفه، خد بالك، لكن المخدرات في حد ذاتها هي تدمير للشعب نفسه، للبنيه الاصليه والشخصيه لشباب شباب الدوله في حد ذاته. فالنهارده من هذا المنطلق انا بحيي في وسط الثلاث سنين اللي عدوا دول قوات حرس الحدود. قوات حرس الحدود شغاله شغل مضني جدا. الناس مش واخده بالهم منهم. لا، الناس واخده بالها من السلاح. انا اؤيدك تمام التأييد. انا الحمد لله اثناء فتره خدمتي بالجيش كنت اؤدي في حرس الحدود واعرف المهام الصعبه التي يقوم بها فرد حرس الحدود. تمام. هؤلاء الرجال يقومون بعمليات خطيره جدا جدا، ودول جنود مجهولين للشعب المصري. كميات المخدرات التي ينفق عليها المليارات وتاتي الى مصر وتضبط كثيره جدا، ومن ارقى انواع، مش المخدرات المقصود بيها الحشيش والافيون، لا ده فيه هيروين وفيه كوكايين. الكوكايين اللي كان موجود في بدايه العشرينات للاسف ظهر تاني. تمام. والحقيقه احنا وصلنا رسائل كثيره من ناس بتطلب ان حضرتك تتكلم معانا عن موضوع الادمان اكثر في هذا الموضوع. تمام. احنا بالنسبه للمشرع المصري حدد عقوباته على اربع انواع. تمام. هي الجلب والتصدير والتملك والبيع او الشراء او التبادل، يعني واحد بيهادي واحد. تمام. حده مخدرات. واصدر حكمه على كل من ثبت له ان هو جلب او استورد او تملك مخدرات، مخدرات بجميع انواعها. نعم. حسب الباب اللي نازل فيه جدول المخدرات. تمام. عقوبة تصل إلى الإعدام، وده كان التجديد اللي حصل سنة 89، علاوة على إن الغرامة كانت مبلغ زهيد في القانون السابق، لأن كانت الخمسة جنيه سنة 60 كان مبلغ، ولا الخمسين جنيه كانت مبلغ. أصبحت الغرامة تتراوح من 100,000 لنص مليون جنيه. وهل ترى أن العقوبة كافية أم لا؟ هي كافية باعتبار الإعدام، في بعد الإعدام مفيش. لا لا، أنا أقصد العقوبة المادية التي تصل إلى نصف مليون جنيه. ما إحنا هنوصل للنص مليون ده بتيجي إزاي؟ هو نص مليون ما بيجيش على واحد بيجلب كمية كبيرة عشان يدمر الشعب. القاضي هنا ما بيدروش 100,000 ولا نص مليون. لا، ده بيديله إعدام، بيديله الحد الأقصى للعقوبة.
تمام. فبعد إظهار الروح ما أعتقدش في قيمة بعد كده. ولكن في النقد ممكن أن تخفف. لا 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 لا، موضوع النقد وموضوع المحاكم إحنا عندنا قضاء نضاهي بيهم قضاء العالم الحمد لله ولله الحمد. إحنا عندنا المحكمة الدستورية اللي هي في سنوات قليلة كانت نمرة 3 على مستوى العالم، والقضاء المصري يشهد له بالصلاح مع احترامه وتقديري لأي حد يتكلم في أي حاجة، لأن القاضي لا يتعامل إلا من خلال ضميره ومن خلال الورق. فدي إحنا بالنسبة للقضاء دي مفيش مشكلة. وحضرتك بتقول لي النقد، تمام، النقد قاضي، قاضي على قاضي، قاضي ممكن يكون في دائرة تانية، قاضي قاضي على قاضي، تمام. فإحنا عندنا فكر، عندنا عدل، والعدل أصله إيه؟ أساسه بالنسبة لنا إيه؟ الأوراق. نعم، أساسه الأوراق. أنا وجهة نظري إن هذا الرجل مجرم، دائرة أخرى وديله إعدام، وهذا الرجل يطعم بالنقد. وعلى فكره في الاعدام الطعن بالنقد مش محتاج المتهم، النيابه بتطعن. احنا عاوزين برضك نوضح ايه الفرق بين، بحكم خبرتك القانونيه، ايه الفرق بالنسبه للمشرع او بالنسبه لهيئه محكمه بين واحد متعاطي وواحد مدمن؟ تمام. اولا بالنسبه للتاجر ده خلاص خلصنا منه، تمام، قلت العقوبه تصل للاعدام او 25. هذا الرجل التاجر تصل الاعدام او الغرامه 100,000 ونص مليون، تمام. نيجي بقى للراجل البسيط اللي بياخد سيجاره، اللي بياخد حته حشيشه صغيره، اللي بيشتري حته بانجو صغيره وفرحان بيها وبيجري بيها البيت، تمام. لو تم الضبط هذا الشخص بتعمل له تهمه اسمها تهمه تعاطي المخدرات. بس يعني ودي اقل ضررا وعقوبه من الجريمه الاصليه وهي الاتجار. يعني بنسمع في بعض الاحيان ان هناك بعض الضباط بيلفقوا قضيه مخدرات لشخص ما او لتاجر ما، ازاي وكيل النيابه يقدر يكتشف هذا الموضوع؟ دي حته الفنيه بتاعت المحضر. انا النهارده كمستشار بشتغل في القضيه، انا يهمني ترتيب الافكار، بمسك المحضر كده كقاضي، تمام، برتب الافكار، بشوف الراجل ده قبض عليه امتى، وايه الماده اللي هو، وايه مصادر الصوره التي كان عليها المتهم، هل تبيح للضابط ان هو يبقى في تلبس ولا مفيش، تمام، في اذن النيابه خده قانوني ولا ما خدش قانوني، تحرياته كانت قبل ما يصدر اذن النيابه دي قانونيه ولا غير قانونيه. بمشي على السيريال نفسه خطوات واحد اتنين بمنطق. امتى الضابط يقدر ان هو يمسك واحد بدون اذن النيابه؟ تلبس. راجل ماشي ماسك سيجاره وريحه العطر طالعه وزي الفل وماشي داخل على كمين، داخل على واحد شم ريحته قبض عليه، ده تلبس. والعقوبه تصل؟ لا، العقوبه هنا بقى بتبقى فيها شغل، بقى بتبقى اقل شويه، لان الراجل اللي اولا هي جنحه؟ لا هي جنايه. وممكن يوصل للسجن فيها 5 سنوات من سيجاره بانجو؟ من سيجاره بانجو. وممكن يوصل فيها براءه على حسب الدائرة اللي بتنظر للمتهم. راجل شاب عنده 21 سنة في جامعة، 18 سنة 19 سنة، ما بيصدق يلاقي يديله فرصة. عشان لو قرر التاني اللي يقدر يحصل على البراءة، هي شطارة من المحامي أم خطأ من المحضر؟ لا هو بص، 99% من القضايا التي يكون فيها براءات بتبقى المشكلة كلها في المحضر نفسه. محرر المحضر بيبقى، ما هو أصل ربنا اسمه الحكم العدل. نعم. ممكن زي ما انت بتقول كده، ممكن تكون متلفق له، يبقى هذا المتهم مظلوم، تمام، لازم اثبت للمحكمه ان هذا الرجل متلفق له القضيه، واخد بال حضرتك، تمام، فبثبت له من خلال ايه؟ الكمال لله في اي شيء. نعم. عمرك ما هتعمل حاجه 100%، الكمال لله. وعمر ما الراجل اللي هيلفق هيعمل محضر 100%، مش ممكن، لازم يقع في خطا، لازم يكون في خطا. دوري انا كراجل بحل القضيه دي، بحط نفسي مكان المحكمة، ان انا لو وصلت للمحكمة مرحلة الشك في اي اجراء من هذه الاجراءات، انا كده خدت براءتي مستريح، لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين، لازم يكون القاضي التلات اعضاء اللي قاعدين دول هناك يقين مطلق ان هذا الفعل قد ارتكبه هذا المتهم، تمام. لو واحد فيهم شك من التلاتة، هنا الشك يفصل لمصلحة المتهم، ياخد براءة. وبعد كده خد بالك في مشكلة أخطر من كده، عشان طالما بنتكلم في الإجراءات دي اسمها الإجراءات الجنائية، تمام، في قانون في 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 قضايا المخدرات. النهارده القاعدة الأصلية عندي في محكمة النقد إن خير المحكمة أن تبرئ 100 فرد 100 فرد
خير لا ان تحبس واحد. ودان واحد ليه؟ نعم. ليه بقى؟ لان انا ممكن يكون الراجل ده ضابط الشرطه سيء، وانا اعتقد اليومين دول اعتقد من بعد الثوره هم تعلموا الدرس تماما و... وربنا سبحانه اظهر اياته ان الراجل اللي كان فوق قوي قوي وكان كل الناس تخشاه في لحظه بقى في السجن يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم. فكله دلوقتي بيتقي الله. انا اعلم هذا. وعند اصدقاء في الداخليه يتقوا الله تماما وبيخافوا، يقول لك انا ما اضمنش بكره شكله ايه، عيالي هيتقال لهم ايه، انا نازل من بيت النهارده هرجع ولا مش هرجع. تمام. فلازم يبقى عمل صعب. طيب اذا كنت حضرتك بتقول الضابط ممكن يمسك واحد بيشرب سيجاره بانجو، أيوة. ما بالك بقى في بعض الافراح هناك مثلا عزومات من الحشيش وكده، ممكن للضابط ان هو بردك طبعا اي تلبس. التلبس معناه ايه؟ ان انا برمي بعرض الحائط قانون الاجراءات الجنائيه. قانون الاجراءات الجنائيه قال ايه؟ قال فلان الفلاني بيتاجر في المخدرات. وطالما قال تحريات، تحرياتي يعني بالمعنى الاصح، طالما الضابط اثبت في محضره ان تبين من التحريات التي في الافراح، الضابط عنده وقت كافي ان هو لا هكمل دي لان هي دي الحته اللي هتوصلك اللي انت عايزه. تمام. اذا اثبت ان هناك تحريات وعمل تلبس، اقول له متشكرين جدا مع السلامه، المحضر بتاعك ده بايظ. التحريات تخش اذن النيابه على طول، لان انت عندك علم ان الراجل ده بيتاجر في المخدرات. تمام. فين اذن النيابه؟ ما ينفعش يقول لي تحريات وفي الاخر يقول لي انا شفته وهو بيشرب. يبقى ده كل خبره من الظابط. كل سنه وانت طالب المحضر ده خلاص. لكن الراجل ده ماشي في فرح زي ما انت شفت، لا شم ريحه دخان، شك في هذا المتهم، قال له من فضلك تعالى، وهو ماشي الراجل شاف الظابط دوت في مأموريته، تلجلج مش عارف تلعثم لسانه، طلع بطاقتك وهو بيطلع البطاقه على سبيل المثال مثلا، وقعت منه الورقه او هو حب يرميها فخد باله الظابط، ده اسمه التلبس. وقت ارتكاب الفعل. الورقه دي بتاعتك، تتبعها، لا هاتها. ومحكمه النقض هنا عملت سياج من الحمايه للمتهم. ده مين اللي يجيبها؟ ده لو الضابط التقطها ما ينفعش، لازم المتهم يقول له هات الورقه اللي انت رميتها من جيبك وافتحها لي وشك في امرها وحوله، مفيش اي مشاكل. فدي كلها حاجات الغرض منها هو حمايه المتهم ضد مين؟ عبث ايه؟ ان الراجل يكون مامور الضبط ده ضعيف ضعيف الضمير، عايز يلبس قضيه وخلاص، عايز 10 قضايا عنده، عايز يقول انا شغال. طيب اذا كنا احنا بنتكلم عن مدمن المخدرات وعقوبته زي ما حضرتك ذكرت، طب مدمن الكحوليات له عقوبه؟ طبعا طبعا. ده اولا الأسوأ هي الكحوليات، لانها تاثير ضار جدا على جدا مباشر. ده بالعكس، ده في ناس للاسف الشديد عشان تتاجر في المخدرات، والافلام يمكن بتعرض الكلام ده، يقول لك هو ربنا جاب المخدرات الحشيش في القران ده للخمر. تمام. زي بتوع السجاير يقول لك ايه، وانا بشرب سجاير والسجاير حرام، مين اللي قال لك سجاير؟ طبعا دول بيستعبطوا. تمام. لان في عندي ادوات العلم الحديث بتقول ان الحاجات دي تسبب ضرر للانسان، لجسم الانسان. واحنا امرنا ان نتخذ من العلم وسيله. طيب اذا كان واحد بيدمن سواء بقى مخدرات او كحوليات في بيته، هل في القانون بيعاقبه برضك؟ اولا بالنسبه للكحوليات القانون هنا يعني ايه مهوي شويه، مريح الدنيا بالنسبه للكحوليات. لان على اعتقاد ان الكحول قريب جدا منين، يعني بعيد جدا اضراره بالنسبه للمخدر. راجل ممكن يكون سواق عربيه تريلا مثلا واخد مخدر، تمام، هذا المخدر بيلغي له عقله، بيلغي له تفكيره، هو بس بيخلي عينه مفنجله، بس لكن التركيز مفيش، لكن في خطوره جامده طبعا على طبعا. فالقانون هنا بيعاقبه شديد. لكن تعالى بتاع الكحوليات، لا الكحوليات المحكمه الدوله بترخص لمحليات الكحوليات، الكحوليات البسيطه زي 4% او ايا كان. نمره 2 بتسمح باستيراد الكحوليات من بره، بس هي بتسمح للسياحه فقط. تمام. بتسمح للسياحه زي ما انت بتقول كده، والبعض الاماكن السياحيه الملاهي الخاصه اللي هي السياحيه. حضرتك معانا اتصال، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله عندي مشكله، ممكن بس انت مستشار حلها لي؟ تؤمرنا يا فندم. الله يخليك يا فندم. دلوقتي لو في الحق الانسان ده بيتابع الحق وكلام من ده، ممكن توطي صوت التلفزيون بس وتسمعنا حضرتك؟ لان ماشي. حاضر، اتفضل حضرتك. حاضر. دلوقتي عندي مشكله ساتك في الحق، لو وزير عارف اللي فيه حق مش عارف يجيبه ساتك، نعمل له وزير الاوقاف ده مش عارف نعمل له ايه ساتك. وزير الاوقاف ليه حق عنده من 4 سنين ل 5 سنين ساتك؟
في قضيه يعني ده موجود وهو مش عارف ارفع قضيه واحده مين سابقا. حضرتك موظف في وزاره الاوقاف ولا رافع قضيه؟ انا موظف في وزاره الاوقاف، انا لسه ما اتثبتش في وزاره الاوقاف، ليه حق ان انا اتثبت والوزير متعلق معايا ومش عايز يثبتنا؟ حضرتك ليك حق ان انت تثبت ولكن الوزير غير موافق. انقطع الاتصال. طيب هو بيشكو وزير الاوقاف انه عاوز يثبت. نرد برضو عليه احنا في خلال موضوعنا برضو. لا بالنسبه للراجل ده لو موظف البلد كلها مؤقته. البلد كلها الوظيفه الموجوده في الجهاز الاداري للدوله نسبه كبيره جدا جدا مؤقته، والمؤقت ده ممكن يستمر 18 سنه في هيئات انا اعلمها شخصيا. خدت بالك مؤقت عامل مؤقت 18 سنه. والمفروض معلوماتي ان انا اعرفها ان جميع الوزارات والهيئات والاحياء والمجالس المحليه تم التنبيه عليهم ان هم ياخدوا الكميات اللي عندهم ويحطوهم في ميزانيه الدوله. فالسؤال بالنسبه للسائل، لو كان زميلك اللي من دفعتك او اللي احدث منك اتعين وهو ما اتعينش فبقول لك التجأ لمجلس الدوله ده حقك، لكن لو زميلك لسه ما اتعينش يبقى لسه الدور بتاعك ما جاش. وزير الاوقاف ده من افضل الوزراء اللي موجودين في الحكومه بتاعت الدكتور حازم البلاوي، وعمل حاجات محترمه جدا جدا في المساجد. فيا جماعه الراجل ده عشان يتصرف لازم تجي له حاجه اسمها اعتمادات للوظائف اللي عنده. الاعتمادات دي ما بتجيش الا منين؟ من وزاره الماليه. فمعلش الاخ السائل ده الفاضل ينتظر. لو الراجل دوت لو زميله تعين وهو ما تعينش يلتجئ لمجلس الدوله. دكتور مصطفى نخلي بقى الموضوع ده حلقه ثانيه ان شاء الله. نرجع لموضوعنا اللي هو الادمان، واحنا كنا بنتكلم فيه على العقوبات بين حضرتك وضحت بالنسبه للتاجر، العقوبه بالنسبه للمتعاطي برضك نوضح للساده المشاهدين مره ثانيه، ايه بقى واحد مثلا بيتعاطى مخدرات؟ اولا دي جنايه. جنايه وليست جنحه. لا جنايه. وبينزل متهم في جنايه امام نفس القاضي بتاع التاجر. دائرة جنايات. بيقف قدام المحكمة. هذا الرجل طبعا احنا في العرف القانوني بتاعنا ان المتعاطي ما ينفعش ان انا عاقبه زي التاجر. يبقى صعب شوية. ده راجل يعني مزاج. يعني واحد ممكن ده انا فكرني بحاجة مهمة جدا جدا. الراجل اللي بيعرض ده اللي بيعرض ده بيبقى برضه مشكلة. تمام. بخلاف اللي بيتعاطى. اللي بيعرض ده سواء مقابل ده ده عقوبته وصلت للاعدام برضه. اللي بيعرض اللي بيعرض. بيعرض مين هو اللي بيعرض؟ الوسيط اللي بين لا 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 اللي بيعرض. خد يا عم في حالات كتيره جدا في الهيروين والكوكايين عشان يصطاد زباين من الجامعه بيجي يديله جرعه وجرعتين ببلاش. وفي هذا الحاله لا تاجر. ما انا بقول لك ده اللي بيعرض. تمام. لو اتمسك اللي بيعرض ده في اعدام. اعدام ده في اعدام لان دي من ضمن الجرائم الكبرى. هو زيه زي هو تاجر. تمام. بس عشان يصطاد الزباين بتوعته من طلبه الجامعه وخصوصا الجامعات الخاصه ان ذات الدخول المرتفعه شويه ان الولد ممكن يروح يجيب ب 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه فبيصطادوا مره واثنين خد ده جرب ده هيديك مزاج عالي. فبيروح يجرب اول مره ببلاش، ثاني مره ببلاش، ثالث مره ادفع. تمام. وبقى بالنسبه له نيجي اللي بيتعاطي بقى. تمام اتفضل. نيجي اللي بيتعاطي، اللي بيتعاطي ده المشرع هنا مش المشرع بقى العرف القضائي في محكمه الجنايات قال لك انا ما اقدرش حاكم راجل يعني بيتعاطى خد حاجه مزاج زي ما انت قلت كده او حاجه بالصدفه زي واحد بيتاجر. فده من نص لحالته ايه. ودي بتحصل في القضاء المصري. احنا بقى لنا خمس دقائق فقط، نحب ان احنا نتكلم عن المحاكم فيهم في نهايه الفقره. تمام. عن الادمان والمحاكم. تمام. فاحنا بنتكلم فبيجي القاضي هنا بيبص لحالة المتهم اللي جاي له تاريخه ايه لان بيتقدم له صاحب السوابق. المباحث لما بتصدر له محضره للنيابه بترفق معاه الراجل دوت قبل كده اتمسك في قضيه ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه. الراجل ده لو ابيض انا بحاول بقدر ان كان كقاضي اللي انا ادور له على وسيله من الوسائل ان هو يجري في مستقبل. ده راجل موظف شغال في شركه ولا بتاع ولو قعد عندي سنه هيتفصل يبقى انا زودت عدد العاطلين. لا انا اقرص ودنه شويه وسهل جدا ان انا كفايه ان هو جالي المحكمه مره واتنين وعندي وسيله من وسائل الدفوع اللي ممكن تبرئه. فانا بميل للحته دي باعتبار ان ايه؟ ان دي اول قرصه ودن. لكن لو راح له وفي سابقه قبل كده او اتنين او ثلاثه بيختلف الامور. طب زي ما حضرتك بتقول النيابه في اوقات لو واحد مسك لاول مره تعتبر مش النيابه المحكمه. محكمة. النيابه لا تملك الا انها تودي الورق اللي جاي لها من المباحث اللي هو المحضر الاولي الى المحكمه.
ده المحكمة هي اللي بتتوسم في ان هذا الرجل ممكن يرجع وبيتدور على اي دليل يطلعه واحنا بنحاول بنطلع له اي دليل بنقول للمحكمة دليل وفي دوائر معينة نفاجأ نثبت له الدفوع يقول اخر الجلسة يا استاذ ما نكلمش دفعنا هذه الدائرة ونعرف ان القرار هيمشي الولد ده ايه لان بطبيعتها بتديله فرصة دوائر كتيرة جدا في مصر وفي دوائر لا ما عندهاش كده في الدائرة أول مرة اديله 3 سنين مش سنة لا 3 سنين وبيبادل وبنلف بنروح النقض وبنيجي من النقض وبيبقى درس يعني درس صعب جدا جدا لهذا الشخص احنا في بداية حلقاتنا احنا قلنا احنا بندق ناقوس الخطر بالنسبة للإدمان في مصر ايه اللي حضرتك تقوله كده في عجالة في نهاية الفقرة رجاء الخاص ببساطة شديدة الأسرة البيت مش هقول الدولة مش هقول الدولة ما ينفعش أقول دولة البيت أنا بعلم ابني إيه ابني بديله كام وبيوديهم فين بنتي بتروح فين وبتيجي منين الأسرة الرقابة المباشرة على الأسرة راح الجامعة محاضراته خلصت الساعة كام هيرجع لي الساعة كام كنت فين مين أصحابك موقعك من الدراسة إيه بتذاكر ولا قاعد بتتفرج على التلفزيون ولا داخل على الشات في النت وعمال تكلم حد تاني لا الأسرة البيت كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعايته استاذ مصطفى مش هقدر اكتر من كده شرفتنا ونورتنا الله يخليك يا استاذ ابراهيم استاذ مصطفى الفيقي المحامي بالنقد والدستوريه العليا بهذا نكون قد اتينا اعزائي المشاهدين من حلقه اليوم اشكر زملائي في الاستوديو فريق الاعداد فريق التصوير مهندس الصوت مخرجنا النهارده عمرو انور كان معكم ابراهيم عمار وتصبحوا على خير